جينا لفقرة وهي فقرة الجمال والجلد، الفقرة الأسبوعية عندنا، وبنقدم النهاردة في موضوع النهارده جديد. بيتعرضوا لبعض حالات الطوارئ اللي ممكن تحصل جوه البيت، وهي حالة لطفلة تعرضت لسقوط زيت مغلي على الرأس وعلى فروة الرأس طبعا بالتحديد. موقف شديد القسوة، بالظبط، بس عايزين نتعرف ايه إمكانية علاجها وازاي نتغلب على من خلال جراحة التجميل، وإن كان طبعا لا يجب أن نؤكد على مسائل الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة، ونعرف في البيوت إيه أول إجراء لازم يحصل لغاية ما نقدر نستشير طبيب أو نتوجه لطبيب أو لمستشفى. طبعا مع كل أمنياتنا بالسلامة الدائمة لكل مشاهدينا. نتابع نشوفكم بعد الفقرة فترة. والزميلة غادة عبد السلام. مشاهدينا الاعزاء، صباح الخير واهلا بيكم معانا وفقره الجمال والجلد. في فقره سابقه التقينا بحاله من الحالات اللي اجرينا لها جراحه تجميل، طبعا من خلال الاستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحه التجميل والامراض الجلديه. اهلا بيك يا دكتور وصباح الخير. صباح الخير. عايزين نتعرف مع حضرتك على الحاله بعد اجراء العمليه. احنا عايزين نفكر الساده المشاهدين بالحاله، كانت حاله الطفله اللي معانا وكان في حرق على فروة الرأس، مظبوط؟ اه بالظبط. هنا الطفلة كان عندها حرق تقريبا من حوالي عام او عامين، وكان بسبب زيت، يعني مادة سائلة كانت موجودة، الزيت ده وقع على فروة الرأس وعمل حروق من الدرجة الثالثة. كانت نتيجته ان نص الشعر بالكامل اللي فروة الرأس بالكامل كان مفقود، وبالتالي حصل نوع من التليف في كل جلد فروة الرأس. دي حاجة. الحاجة الأثر الثاني اللي نتج من الحرق إن كان في التصاق بالأذن اليسرى بالجلد. الحاجة الثالثة إن كان في ندبة مخصرة في الرقبة. فكان البنت الأذن مفيش جلد ملتصق، وكان الرقبة منقبضة إلى الداخل، وكان تقريبا نص الشعر اللي فروة الرأس الكامل من النصف إلى الآخر كان غير موجود. ده الجهاز بالظبط اللي إحنا كنا مركبينه هنا في بنتنا جيلان. والحقيقه ده عباره عن جهاز ليه حجم معين وليه شكل معين وبيركب بطريقه معينه في فروه الراس. احنا بنختار شكل الجهاز حسب المكان الفارغ اللي موجود. يعني في الحاله دي كانت المساله كانت على هيئه متوازي مستطيلات او مستطيله الشكل، فاضطرينا نركب جهاز متوازي مستطيلات ليه حجم معين حوالي 400 سم مكعب. والجهاز بيتركب في منطقه الشعر السليم. وبعدين بيتم حقن الجهاز من طريق هذا الصمام، وبعد كده الجهاز بيتمدد ويكبر في الحجم ويتمدد الجلد والشعر معه بطريقه معينه لغايه لما يوصل لحجم وشكل معين. وبعد كده بنجري عمليه تانية بعد حوالي 6 اسابيع بيتم فيه ازاله الجهاز، والجلد بيرجع ينام بطريقه معينه ويتم التداخل الجراحي. وزي ما انت شايفه بتنتهي الحاله بخير. ودي الحالات الحقيقه اللي كانت بتتعالج قبل كده مش في داخل مصر، الحالات دي كانت بتتعالج في الخارج. ودلوقتي في اطباء ممتازين بيقدروا يجروا هذه الحالات بكفاءه عاليه جدا. دي ناحيه. الحاجه الثانيه ان وزاره الصحه مشكوره، ممكن بتجري هذه الحالات لنسبه عاليه جدا من الاطفال، يعني بتتحمل تكلفتها لان تكلفه الحالات دي تكلفه عاليه جدا. هو الحكايه الحقيقه هنا جراحه تجميليه تكميليه، لكن نفس الفكره بنجريها تماما في علاج الصلع، بان احنا ودي تعتبر جناحه جماليه، ان احنا بنزرع جهازين زي دول في جانبي الراس من الجانبين، وبعدين بيتم حقنهم الى ان يتمددوا الى حجم معين، وبعد ذلك يتم ازاله الجهازين ويتم الجلد يرجع لمكانه، وبالتالي نقدر نعالج حاله زي حاله الصلع. فهنا جراحه تعتبر تكميليه، لكن لابد منها بالنسبه لهذه الطفل. في حاله زي حالات الصلع الجراحه دي تعتبر ناحيه جماليه علشان تقضي تماما على مرحله زي مراحل الصلع، ومرض من الامراض اللي احنا كنا نخاف جدا نعالجه او علاجه نقول شبه مستحيل، دلوقتي بقى بين ايدينا ان احنا نقدر نعالج حالات من الصلع الشديد جدا ونجيب في نتائج هائله جدا. ولا يمكن، وصعب جدا انك تقولي ان الطفله دي في يوم من الايام كان نص فروه الراس ما كانش فيها شعر. احنا دايما بننصح ان اي ماده سخنه تتكون لابد ان احنا نجيب على طول الميه الساقعه الموجوده قدامنا او كمادات ثلج في المكان ونستشير اقرب طبيب لينا. الطفل زي كده بيعاني من 3 مشاكل رئيسيه صعبه جدا. المشكله الاولى ان ممكن تحصل له صدمه عصبيه، الطفل ده ممكن يجي له صدمه يبقى مؤثره على حياته. النقطه الثانيه ان ممكن تحصل اخلال بالتوازن الايوني في جسم الطفل بالنسبه لصوده البوتاسيوم والاخلال الايوني. الحاجه الثالثه ان لو حصل حرق كبير ممكن يحصل فقدان للسوائل من جسمه، والثلاث حالات ياثروا على حياه الطفل.
ومن هنا لابد ان الطفل صحيح هتعامل بحاجات ساقعه قبل طبعا في حاجات شائعه يقول لك استخدام معجون سنان او استخدام بن او استخدام زيت او استخدام كريمات، كل الحاجات دي بعيده جدا عن الصواب. والكلام المظبوط ان استخدم كمادات ثلج ساقعه واسرع لاقرب طبيب ليا علشان احمي طفلي من الثلاث اسباب للصدمات اللي بتحصل له، سواء كانت صدمه نفسيه عصبيه او سواء كان اخلال بالتوازن الايوني او كان سواء فقدان لسوائل الجسم. اي اسعافات اوليه لهذا الطفل ممكن كانت تنقص مرحله كبيره جدا وتؤجل كل العمليه العنيفه اللي كانت ممكن اجريت دي. لكن الحمد لله يعني الوقايه دايما بنقول خير من العلاج، لكن ارجو ان احنا ما نتأناش ونترك اولادنا، لان ممكن الحاله دي لو اتعملت في كبر كانت تحتاج لاكثر من عمليه، وكانت ممكن تحتاج لاكثر من جهاز، وكان ممكن الجسم يرفض الجهاز ونحتاج لكذا تدخل جراحي وكذا مشكله في علاج هذه الحاله. فبالعكس هي شجاعه والديها وانهم اسرعوا ان عملوها ده كان شيء كويس بالنسبه لهذه الطفله. عمر احنا في النهايه بنشكرك جدا يا دكتور. شكرا. وبنلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الاسبوع القادم وفقره الجمال والجلد. شكرا لكم والى اللقاء.